للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز هناك. أهلا بك حسين إلى هذه الفترة من التغطية. تحياتي دارين. يعني الأخبار تتوارد الآن عن اجتماعات لتحديد سقف سعر للنفط الروسي وانكماش ولو بنسبة ضئيلة في الاقتصاد الروسي بحسب بيانات مكتب الإحصاء الروسي، ماذا لديك؟ أولا حول القرار الذي تدفع الولايات المتحدة الدول الغربية لفرض حظر على النفط الروسي في حال تم اتخاذ هذا القرار من قبل الدول الأوروبية، فهذا يعني على أن روسيا لن تصدر النفط إلى الدول الأوروبية، والرئيس بوتين كان واضحا في كلامه في منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي منذ أيام عندما تحدث عن أن روسيا ملتزمة بجميع الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأوروبية، لكن هذه الاتفاقيات يحق للدولة الروسية خرقها في حال تم فرض سعر للنفط الروسي. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا دارين، فإن الدول الأوروبية جمدت أو أبعدت فكرة فرض حظر على أو فرض سعر للنفط الروسي في الوقت الحالي نتيجة التهديد الروسي الواضح الذي أتى على لسان الرئيس بوتين. وروسيا الآن لا تمزح روسيا في هذا التهديد. في حال تم فرض سعر على النفط الروسي فبالتأكيد روسيا سوف توقف تصدير النفط إلى الدول الأوروبية، وعندها تتحمل الدول الأوروبية مسؤولية قراراتها. وللإشارة هنا دارين إلى أن شركة غاز بروم منذ أسبوع وبعد إعلانها توقيف تصدير الغاز عبر خط نورد ستريم 1 إلى الدول الأوروبية نتيجة الأعطال التقنية التي أصابت التوربين الأخير في الخط وتحمل أو تحميل شركة غاز بروم مسؤولية هذه الأعطال إلى شركة سيمينز الألمانية نتيجة عدم إصلاح التوربينات، إلا أنه وبالرغم من كل ذلك إلا أن روسيا لا زالت لغاية الآن تصدر الغاز إلى الدول الأوروبية عبر الخطوط من الأراضي الأوكرانية، لكنه في حال تم فرض سعر للنفط الروسي فبالتأكيد روسيا ستوقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الأوروبية. والجميع يعلم وتحديدا هنا أتحدث عن خبراء الاقتصاد والمراقبين، الجميع يؤكد على أن الدول الأوروبية لا يمكنها اتخاذ هكذا قرار، ففي حال تم تبنيه من قبل الدول الأوروبية فهذا يعني انتحار جماعي من قبل القادة الأوروبيين وهم من يتحملون مسؤولية هذا القرار. ولكن حسين يعني كما قرأنا على السادة المشاهدين في الأنباء الواردة لدينا، يعني وجدنا أن ألمانيا مثلا على سبيل المثال ومعها إستونيا ولاتفيا وربما مولدوفا، الدول الأوروبية أصبحت تبحث عن بديل للطاقة أو الغاز الروسي وأصبحت تتعاون فيما بينها محققة مبدأ الاكتفاء الذاتي الأوروبي من الداخل الأوروبي لتحقيق اكتفاء على الأقل الشتاء المقبل. ما هو الموقف الروسي من المحاولات الأوروبية لتحقيق اكتفاء ذاتي وعدم اللجوء للغاز الروسي؟ بالتأكيد دارين، بالتأكيد ألمانيا ومعظم الدول الأوروبية تبحث عن بديل للنفط والغاز من روسيا، لكن هذا البديل غير مؤمن لغاية هذه الساعة، وحتى في حال تم تأمينه فكلفته ستكون مرتفعة جدا مقارنة مع أسعار النفط والغاز من روسيا. وروسيا تعلم ذلك ومنذ العام 2014 وروسيا تبحث عن بديل للأسواق الأوروبية. وأيضا الرئيس بوتين في الاجتماعات الأخيرة التي حصلت مع أعضاء الحكومة الروسية وتحديدا مع شركات النفط الروسية، الرئيس بوتين أوعز إلى رؤساء الشركات أو مدراء الشركات بضرورة البحث الجدي عن بدائل للأسواق الأوروبية نتيجة أن الدول الأوروبية ستتمكن إن لم يكن الآن في وقت لاحق من تأمين بديل للنفط والغاز من روسيا، لكن هذا البديل سيكون مرتفع كلفته، أي ستكون مرتفعة مقارنة مع النفط والغاز الروسي. وأيضا الرئيس بوتين طلب من الشركات بضرورة البحث عن بديل، للعلم الروسي بأن الدول الأوروبية ستتمكن في وقت لاحق من تأمين البديل، لكن الآن وفي هذا ومع بداية فصل الشتاء
روسيا تعول على هذه الأشهر القليلة المقبلة، ولربما هنا دارين إن كان من الممكن التحدث عن التطورات العسكرية اليوم التي حدثت منذ ساعات قليلة، والتعزيزات العسكرية الكبيرة الروسية نحو مدينة خاركوف، وما ستحمله الأيام المقبلة القليلة من مفاجآت في التصعيد العسكري. البعض يتحدث من قبل الخبراء عن أن الغرب يضغط على الجانب الأوكراني لاستفزاز القوات الروسية في مدينة ترانزستيريا، هذه المدينة التي تحتوي على مخزون من هائل من الأسلحة السوفيتية والتي تحميها قوات حفظ السلام الروسية منذ العام 90 لغاية الآن، في حال تم استهداف أو استفزاز القوات الروسية المتواجدة في تلك المدينة. فهذا يعني على تصعيد أكثر بين روسيا من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى، بالرغم من جميع التصعيدات العسكرية والتوترات والخطوات الأوكرانية. ماذا عن التصعيد في شرق البلاد والتصريحات العسكرية الأوكرانية التي تفيد بعودة سيطرة القوات الأوكرانية على المواقع التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية منذ أشهر، وخاصة في بلدة كوبيانسك البلدة المهمة للإمدادات تحديدا، وأيضا تصريح المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني الذي يفيد ب يعني سيطرة الجيش الأوكراني وتقدمه على خطوط الجبهة الجنوبية في مختلف القطاعات، ماذا عن هذا عن هذه الأنباء؟ دارين، معلومات متضاربة لغاية الساعة بين الطرفين الروسي والأوكراني. لغاية الآن وزارة الدفاع تؤكد عن أن جميع المدن التي سيطرت عليها القوات الروسية لا زالت تحت السيطرة الروسية، وأن القوات الروسية استطاعت من صد جميع الهجومات الأوكرانية. أما الجانب الأوكراني يتحدث عن استعادة 30 بلدة في مدينة خاركوف أو في محيط مدينة خاركوف من القوات الروسية. لغاية الآن لا يوجد أي معلومات رسمية روسية تؤكد أو تنفي الأخبار الأوكرانية أو المزاعم الأوكرانية حول استعادة مناطق من القوات الروسية. الدفاع الروسية أكدت اليوم في بيانها عن أن القوات الروسية استطاعت من صد هجوم أوكراني على المنطقة التي تربط نيكولايف بخيرسون. أيضا على جبهة إزيوم الدفاع الروسية القوات الروسية استطاعت من صد الهجوم الأوكراني. أيضا الدفاع أكدت على إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة خاركوف، بالإضافة أيضا إلى تعزيز الوجود العسكري الروسي على جبهات إزيوم لتعزيز الوجود الروسي في جبهات دانيتسك. العمل العسكري أو المعركة العسكرية ذاهبة نحو التصعيد، والأمر الحاسم أو المنطق الحاسم إن صح التعبير من قبل القوات الروسية الآن ومنذ قليل وسائل الإعلام الروسية بدأت تتحدث وتنشر فيديوهات عن عدد كبير من التعزيزات العسكرية الروسية بدأ إرسالها إلى المناطق التي تدور فيها القتال منذ بداية العملية العسكرية ولغاية اليوم. وروسيا بالتأكيد أرسلت تعزيزات عسكرية وأرسلت أسلحة إلى تلك المناطق التي تدور فيها المعارك، لكن وسائل الإعلام في ذلك الوقت أو في جميع الأيام الماضية والأسابيع لم تنشر أي فيديوهات. اليوم وسائل الإعلام الروسية نشرت عدد كبير من الفيديوهات التي تظهر تقدم وتعزيز القوات الروسية على الجبهات التي تدور فيها المعارك. أيضا العين الروسية تتجه نحو خاركوف وما ستحمله هذه المدينة في الأيام المقبلة. البعض يتحدث عن أن القوات الروسية تم اتخاذ القرار من قبل القوات الروسية بضرورة حسم موضوع خاركوف وتحرير هذه المدينة. دائما حسين، يعني ما تفيدنا بكل ما هو جديد لديك وتغطي المشهد ميدانيا واقتصاديا للأزمة الروسية الأوكرانية. الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز من موسكو، شكرا جزيلا لك.